امسي كدور مع البر كدور دور دور هذا الخيط هذا شيت ها هو من هنا جيت كيشارجي لينا الباتري كيشارجي هاد الباتري هذا شيت ها هو هذا كيشارجي الباتري ملي كيشارجي الباتري ملي كيشارجي الباتري الباتري كنديرو في محول محول قد ما كان الباتري كبير قد ما مزيان كتعطينا واحد الطاقه اللي كافيه هاد الباتري هذا لا انا مودش كنخدم به انا باش كنجرب ولكن درت شي واحد الباتري كبير كتنسى الضو يعني كتضرب واحد المده كبيره قد ما دارت الفرفاله قد ما الضو كيدير قد ما دارت السياره هذا الموتور كيمشي بسميتو ليسانس ياك غتولي كتمشي بالضو هذا بحال ما السلام عليكم، معكم عبد الباسط القرناوي. انا اللي كنت صوبت هذاك المحرك اللي كيشتغل ما كيحتاج لا ضو ولا ما، الحمد لله وفقني الله كملتو ومن بعد اشتغلت على واحد البيكاره اللي كتريني فيها وكتولي فيها الطاقه كملتها، من بعد اشتغلت على واحد المروحيه اللي كتدور مع البرد وكتعطينا حتى هي الطاقه كملتها الحمد لله، ودابا كنشتغل على واحد السياره واحد النموذج هذا كنشتغل عليه اللي غدا كنشتغل باش تولي ما بقاش تحتاج هي والو، فهمتيني؟ يعني غتبقى تشارجي راسها، يعني دابا انا بديت فيها الحمد لله وغادي غادي غادي الله غييسر الامور، يعني غادي داكشي غيكون بخير. انا دابا خدام فيها باش بغات تولي كتم غادا كتاخذ الضو مع راسها وكتشارجي راسها ما كتحتاج والو، هذا النموذج غنخدم عليه دابا انا بادي فيه والحمد لله وفقني الله في الاول وفي كاع سميتو اللي خدمت فيهم هاد الاختراعات والابتكارات اللي خدمت فيهم وفقني الله بخير الحمد لله كلشي خدم ليا. وما نكذبش عليكم انا ما جا عندي حتى شي مسؤول حتى شي واحد مسؤول فيا، يعني ما كاينش شي دعم، انا محتاج لدعم باش نكمل باش نطور، انا عندي امكانيات محدوده فهمتي، الصراحه عندي امكانيات محدوده باش انا كاري المحل وصراحه انا ماشي هذا شي مدخول اللي نقدر نستمر، انا كنتقاتل منك ومنك باش نكمل، انا الهوايه ديالي نصوب شي حاجه ونكمل وتنجح ليا، هذا هو الهدف ديالي والحمد لله الله كيوفقني كلشي كيخدم بخير كننجح. انا ما كرهتش شي واحد يجي يعاونني ولا يحتضنني، مسؤولين وجهت ليهم عدة نداءات، حتى واحد ما هضر معايا حتى واحد ما عيط ليا، دابا كنوجه نداء المغاربه شي واحد بغى يتعاون معايا، راني عندي واحد بروجي اخر من غير هاد السياره اللي غتشتغل، عندي كنصاوب في واحد الاله، هذيك الاله غادي نحفروا بها البيير، هذيك الاله غادي تحفر لنا البيير، بادي فيها ان شاء الله، راه قررت نكملها، يعني خاصني باش نكمل خاصني شي بياس باش نكملها كنصاوب فيه وخاصني بزاف ديال المسائل، هذيك الاله غتحفر لنا البيير، يعني غادي نحفر بها بزاف ديال البيير فابور. صراحه انا غادي نكملها ديال العروبيه، اي منطقه ما عندهمش الماء غادي نحفر لهم بير في سبيل الله، صراحه هذا هو اللي كاين فهمتيني، غنحفر بها بير الحمد لله وراه غادي تخدم به خير، وغادي ندور يعني كل منطقه ما فيهاش الماء غادي ندير لهم بير في سبيل الله، هذا هو اللي كاين. لو بغيت تعاون معنا في هذا الاجر هذا صراحه لو بغيت تعاون معنا ماشي مشكل، نكملوها ونمشي انا وياه ونحفروا انا وياه واي حاجه بغى نديرها معاه، يعني راه انا ماشي تنهضر من فراغ، انا تنهضر وكنحمل راسي مسؤوليه، هذه غنكملها غنحفر بها البير متثقه في النفس، غنديها للعروبيه وغنحفر لهم بير فابور، يعني غنشري هذاك الجعب وهذاك الشيء اللي غادي خاصني باش نحفر البير وغادي نكملها. وبغى شي واحد يدعمنا مرحبا، بغى يحتضننا مرحبا، انا عندي بزاف ديال الاختراعات وديال الابتكارات ولكن الامكانيات محدوده صراحه، وجهت نداء المسؤولين حتى واحد ما شاف فيا. بالنسبه للمطاريه اللي كطلب هي انا صوبت الكاروسري صوبتو دابا انا وباقي حاطو على التور، صوبت الكاروسري ومن بعد الكاروسري غندير له واحد المحرك، واحد المحرك وعنده واحد المسائل اللي غادي يدوروا وغادي يحفروا وغادي فهمتي غادي يجيبوا لنا الماء، وكطلب صراحه ماشي فهمتيني شويه قاصحه شويه في التم ماشي بزاف، المهم الحمد لله انا غادي فيها فهمتيني غادي كنتقاتل منكم باش نكملها، وما كرهتش شي واحد يعاوننا صراحه غير حيت الاله هذه عندي واحد الاجر كبير صراحه فهمتيني، يعني غادي نحفروا بها ماشي غير بير ولا جوج ولا 10، راه ما غنوقفش صراحه، الهوايه ديالي والامنيه ديالي نكملها ونمشي ونحفر بها الابيار في سبيل الله صراحه فهمتيني، تعاون انا وشي واحد بغى يتعاون معايا مرحبا.
وراه هذه الهضره اللي تنقول فيها بالوثائق باش ما بغى الانسان. انا شاهد على راسي وبالثقه في النفس، ولا هذا الشيء كان ما كنت زعما كنت يعني كنت غير داوي اي حاجه مرحبا، قانون دير معايا قانون ما فهمتش يعني ما كاينش مشكل دير معايا قانون. انا قلت لك شي حاجه كاينه كاينه، هاد الاله ان شاء الله غتكمل غنمشيو نحفروا بها البير فابور باش الخدمه ديالها. دابا الخدمه ديالها واحد المحرك صوت، واحد الكاروسري كبير، واحد الكاروسري وفيه واحد السيبورات اللي كيهبطوا كيتمو غاديين هابطين، والوسط ديالهم كاين واحد المحرك كبير، واحد المحرك قوي، ولتحت كيدور لينا كيدور لنا ديك الجعبه، والجعبه من التحت ديالها كاين واحد بحال الشنيور الراس ديالو اللي كيحفر. كنبقى يبقى نتبعو 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 حتى كيهبط. ملي كيهبط كنطلعو عاوتاني الموتور كيطلع اوتوماتيك، كيطلع حتى الفوق كنركبو ليه الجعبه الاخرى عاوتاني، كيعاود عاوتاني كيبدا يهبط 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 يهبط، يعني كتبقى العمليه العمليه حتى كيطلع الماء. ملي كيطلع الماء كنجبدو عاوتاني داك الجعب كنجبدوه، كنديرو واحد التيو كبير، كنديرو المسائل، نديرو بومبا صافي، وكيولي روبيني ويولي الماء حل دوز الماء. يعني هذا غادي ان شاء الله غادي نعاونوا الفلاحه ونعاونوا الناس اللي ما عندهاش الماء فابور، فهمتيني؟ هذه دي الامنيه ديالي، يعني كل منطقه نديروا فيها بير فابور في سبيل الله. لا ما غيحتاج لا طاقه شمسيه لا والو، هذا محرك. هذا المحرك هذا انا الا كانت الامكانيات غنديروا ما يحتاج حتى شي حاجه بهذاك المحرك اللي تخدم عليه، يعني غادي يدور راسو يجبد كل شيء راسو، فهمتيني؟ هذاك المحرك غنصوبو بحالو، هذاك المحرك غنصوبو بحالو، يعني غيولي يعطينا الطاقه وغيدور لينا ديك الماكينه اللي غتحفر لينا البير. صافي غنبداو خدامين، يعني نحفروا بير هنا نحفروا بير بلاصه اخرى، هذا هو اللي كاين. والدراجه الهوائيه راه كملتها صراحه، هاي كملتها زوينه مزيانه وعاود هذيك البياس ديال حياتي صوبت به المروحيه. ها هي المروحيه حتى هي خدامه، كدور بالبرد المروحيه دي صوبتها كلها، صوبت فيها في الراسي، صوبت كل شيء السيبورات، صوبت كل شيء، راه عندي الفيديو كله كيفاش صوبته. كدور مع البرد اتجاه ديال البرد، ملي كدور كتشارجي لنا الباتري، كتشارجي الباتري، الباتري كناخذو كنديرو في محول كيعطينا الضوء، يعني هذه حتى هي غدا واحد الافاده زوينه. هذه حتى هي ان شاء الله غنوليو نصوبوها كبيره ونديرو البير ونديروها هي حداه وناخذو نحتاجوها الضوء منه ونحتاجوها بزاف، نديروه هي ونديرو بير ونديرو يعني واحد البروجيات اللي غيستافد منها المنطقه اللي كتكون مسكينه مضره من الماء ما عندهاش، غنديرو واحد البروجيات زوينين في سبيل الله صراحه. والله ما عاوني شي واحد ولا عقل عليا شي واحد صراحه، كلشي خسرته من فلوسي كاع رزقي حطيته. حتى واحد انا ماشي ما كذبش عليك، انا كندير هذا الشيء الهوايه ديالي وكندير هذا الشيء يعني ماشي بشي هدف، الهدف ديالي هو الشيء ينجح ليا الحمد لله، كينجح ليا كيوفقني الله. انا ما كرهتش يعني نطور ويجي شي واحد يتعاون معاك ونطور، وهذا الشيء يعني عندي بزاف هنايا، انا ما هذا الشيء هذه ما محدودش، يعني عندي بزاف ديال الافكار وعندي شي حاجه اللي زوينه اللي غتهم البلاد وتهم الناس الفقراء صراحه. بغي نعاون الناس، هذا هو اللي كاين، بغي ندير شي حاجه اللي غادي ترحم علينا، ندير شي حاجه غنتعاونوا بها. بالنسبه لذاك الاخ هذاك المختارع اللي كان نصحني باش نبغي نصاوب شي حاجه ندير لها الشيما وندير لها الابتكارات ديالها، انا متفق معاه صراحه كلامه معقول، ولكن بالنسبه لي انا صراحه انا ما غاديش يوفقني بحال موكاك، ما غاديش نقدر نبدا نصوب في الشيما. انا كنبغي التطبيق، كنبغي نشد نقطع نسودي نلصق ندير نخدم داكشي خدام. اما الا جيت ندير ما انا صراحه ما المستوى ديالي ما غاديش يسمح لي باش نصوب داكشي كامل، التخطيط وداكشي صعيب عليا، انا بقيت نفكر في التخطيط ما ندير والو. انا كطيح لي شي فكره كنبدا نصوب فيها، كنمشي نجيب هذه نجيب هذه نجيب هذه نجيب هذه، كنبقى معها كتخدم، هذا هو اللي كاين. كلمه اخيره كنشكر خوتي المغاربه كاملين والناس اللي دعموني وشجعوني كنشكرهم، وكنتمنى شي واحد يجي يعني يجي يشوف، يجي المحل عندي يشوف عجبو هذا الشيء بغى يتعاون معنا مرحبا. حنا ماشي حنا بغينا نديرو شي حاجه اللي صالح البلاد، اللي صالح المواطنين الفقراء، الناس الفقراء، الناس ديال الباديه، الفلاح، نعاونوهم نديرو لهم شي حاجه اللي غادي تعاونهم. ربي راه كيشوف، ربي اللي شاف الخير كيعطيك الخير، هذا هو اللي كاين. والحمد لله انا غادي بالنسبه للاعمال ديالي راه كلها راه دايره في لاشين ديالي في قناه عبد الباسط القرناوي، راه هذه الاعمال اللي كنصوب كلشي كنلوح تما، فهمتيني؟ اللي بغى يستافد من شي حاجه مرحبا. بالنسبه للطاقه الهوائيه يلاه غادي نلوح الرقم الا احتاج باش يستافدوا منها، البيكالا شي اللي كتريني فيها كيولي فيها الطاقه تيستافدوا منها، هذا هو اللي كاين. يعني انا الهدف ديالي حيت انا اصلا مشيت بغيت ندير براءه الاختراع ما لقيت والو، داكشي صعيب. اللهم براءه الاختراع هو يستافد منها الانسان ويدعمها، هذيك براءه الاختراع. وشكرا للجميع.